سلام حبيباتي، نتمنىكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نعملوا الزالوك. الزالوك الطريقه المغربيه المعروفه. مكونات لعبنا عندنا جوج ديال الحبات ديال التنجالات وجوج فلفلات. بالنسبه للتنجال والفلفله كنشويوهم، انا شويتهم وزودت لهم القشره ديالهم. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاجو، الملحه، الابزار، التحميره، شويه الكمون و ثومه اما بودره او ثومه محكوكه، والزيت الزيتون. كناخذوا الزعلوك الدنجال ديالنا والفلفله، كنحاولوا نهرسوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا مزيان. ما غاديش ياخذ لينا بزاف ديال الوقت، لان الدنجال ملي كيتشوى كيولي ساهل في العمل، وكذلك الفلفل. خليكم مع الفيديو. ها كنعملوهم بهذه الطريقه، يعني كنحاولوا نطقطقوهم. هاد الا ما كانش عندنا هاد الطريقه هادي، كنقدروا نعملوهم فوق من اللوحه وكنطقطقوهم بحال هكا بهذه الطريقه بالمص. انا عطيتكم الطريقات بجوج اللي عندكم واجده كتعملوها. كنبقاو بحال هكا حتى كيطقطق لينا كامل الخليط ما بين الفلفله والدنجال. كما كتشوفوا معنا يعني كيولي جامس. اثناء كنعملوا المقله تسخن، كنضيفوا الزيت الزيتون، كنضيفوا التوابل كامله، كنخلطوا هاد التوابل، ومباشره كنضيفوا الدنجال والفلفله ديالنا مشويين وهرسناهم، يعني طقناهم مزيان. صافي كنضيفوا داك الدنجال والفلفله، كنحاولوا ندخلوا ليهم الخدمه مزيان. كنخليو يطيب شويه، وكنضيفو مطيشه وحده محكوكه، مطيشه وحده، كنضيفو مطيشه وحده محكوكه، كنقسموها على جوج وكنحطوها هنايا. كنحاولو نخلطو الخليط كامل، وكنقصو عليه شويه بالعافيه على مهيله شويه حتى كي يتجانس ويدخل فيه جميع التوابل. ليه تقريبا واحد 15 دقيقه ونطفيو عليه باش كيتجانس كلشي وكياخذ القامه ديالو. انتما حبيباتي كما كتشوفوا انه صافي نضج لينا او لا واجد لينا. تقدروا في بلاصه مطيشه محكوكه نضيفوا مطيشه مركزه على حسب اللي واجد عندكم متواجد. بالنسبه للمطيشه ديال المركزه كتزيد تعطيه حموريه اكثر. انا بالنسبه لي كيعجبني غير هذا اللون بحال هكا صافي. الزعلوك ديالنا ها هو وجد بالصحه والراحه. ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك ديالكم للقناه ديالي، وبتفعيل الجرس وباللايك وبشي تعليق مزيان بحالكم، وشكرا.